ما تجيبش حاجه يا دحوك. خد تعالى بعد كده روح امك، اي حد يسالك على اسمك تقول صلاح، صلاح وبس. حسك عينك سلطان ديدك على لسانك، فاهم؟ حاضر هقول صلاح وبس. بقول لك ايه يابا، حل على نفوخي لحسن دماغي فايره. وما تقوليش يابا دي تاني، انت مش خلاص رحت الفود عشان تتاجر معاه في الصنف؟ روح اقعد عنده، البت في هجره روح امك. انما هنا احنا لا بنقعد شمامين ولا مدرجيه. في يا عم على اخر الليل يا امرزاه والسلام؟ ايوه هي امرزاه والسلام، وعليا الطلاق الثلاثه صلاح، ما انت قاعد فيها. يلا قوم. طب على الحرام انا ايه؟ انت يا عم بتصف عليا؟ انت بتصف على مطوه؟ انت بتصف على مطوه على ابوك يا سيد؟ بتفتح على المطوه؟ هات السكه حوكه. هات اخرك يا عم، انت تعمل علينا ذكر بس صلاح. وعلى اللي خلفوك وش عرف امي؟ ده بلغ عنك يا وش خصايا، ده تربيه النسوان. تربيه نسوان؟ روح لم نسوانك انت اخويا. بقول لك اوعى سايق. خلاص ندخل في ده يا واد. خلاص يا دكتور، خلاص يا جدعان، خلصانه حكايه، عايزين تتفرجوا عليه وخلاص. طلع تفكيرك الوسخه. خلاص بقى يا عم سلطان، ما هو كله منك يا سايق. طب تعالى بس، تعالى صلي على النبي. اقعد يا عم انت وهو.